اليوم اولا قدمت التشكر ديالي لجميع وسائل الاعلام اللي كتبع معنا الانشطه ديال الفريق الاشتراكي. الفريق الاشتراكي المعارضه الاتحاديه اليوم بصدد تنظيم واحد لقاء يوم دراسي مهم مع ديناميه اعلان الرباط. ديناميه اعلان الرباط اللي تتعرفوها هذه مده 12 سنه حركه مدنيه اللي كتجمع في الطيف ديالها واحد اكثر من 1000 جمعيه على الصعيد الوطني واللي معنيه بتنميه يعني الديمقراطيه وفي محاور متعدده. اللقاء معهم اليوم هو مناسبة باش نوقفوا عن ترصيد ما حصل في على المستوى المجتمع المدني والتطورات اللي حصلت منذ دستور 2011 والمكانة المهمة اللي احتلها المجتمع المدني في هذه الوثيقة، بتستارتوا بإعطاء واحد العدد ديال المداخيل ديال مشاركته في تقييم السياسات العمومية، ديال أنه وضع آليات للتشارك وآليات للتدخل، سواء هيئة المساواة، سواء الملتمسات، سواء العرائض. اليوم قلت هي مناسبة لأننا نوقفوا عن هاد فين وصلنا في هذا المسار الكبير اللي أطرته وثيقة الدستور، يعني بعد خروج واحد مجموعة من القوانين التنظيمية على مجموعة من المستويات، واش بقات يعني أصيلة لذاك الهدف الكبير اللي تحط لها. اليوم الأداء الحكومي في العلاقة مع المجتمع المدني في قضايا اللي خرجت جديدة، القضايا بالخصوص المرتبطة بالشراكة، القضايا المرتبطة بالتمويل سواء التمويل الداخلي أو التمويل الخارجي، شنو الجديد اللي عندنا فيها، القضايا المرتبطة بالمنفعة العامة، مسألة المنفعة العامة. ولكن المؤثر الكبير لهذا الشيء كله هو القانون الظاهر ديال 58 اللي مازال كيأثر دائما الجمعيات. فاليوم حنا في حاجة لتشريعات جديدة اللي تنظم الواقع ديال الجمعيات بما يتماشى مع هذا الحجم الكبير للعدد الكبير من الجمعيات اللي كتعرفها اللي عرفتها بلادنا ومجالات التدخل الكثيره اللي وتتلا الجمعيات. اليوم وحنا نقدر نقولوا كل مجالات الحياه المرتبطه بالاقتصاديه، الثقافيه، الرياضيه، الاجتماعيه، كل المجالات موجود فيها جمعيات. واليوم احنا كنمشيو في واحد الوتيره اخرى ديال الائتلافات الجمعويه سواء موضوعاتيه او يعني جغرافيه. فكل هذه القضايا غادي تكون اليوم محور النقاش مع مجموعه من الخبراء، واللي كنتمنوا انها تخرج بواحد المجموعه من التوصيات لاحقا، لان تلقى يعني الطريق ديالها لكل ما هو تشريعي اللي غتعرفوا المؤسسه. لعلمكم ديناميه اعلان الرباط عباره على عده مجموعات، يعني في اللقاء اللي كان في 2012 كان تقريبا فيه 2500 جمعية باش يمكن نناقشوا الوضع القانوني المالي التكوين إلى آخره على ضوء مقتضيات الدستور الجديد. فإذا من بعد هذه المدة كلها اتفقنا مع الفريق اشتراكي في البرلمان على أساس أنه ننظموا تذكير. علاش هاد التذكير؟ لأنه من 2011 كل ما جاء في الدستور لم يطبق بالنسبة للجمعيات، هناك خلل قوي ونريد إصلاحه بحوار باش يمكن أنه البرلمان يتحمل المسؤوليات ديالو في إعادة ترتيب القانون ديال الجمعيات وإعطاء أجوبة على عدة أسئلة غادي نطرحها خلال هاد اللقاء ديال اليوم. فإذن ولكن من ضمن العناصر الخطيرة والأساسية وهو أنه الحكومة ما كتحترمش القانون ديال الجمعية. عندنا مشاكل ديال الوصل اللي مفروض من الناحية القانونية أنه يتعطى حينا لكل جمعية للملف ديالها جاهز، وهذه العملية ما كيديروهاش. فإذا ليس فقط طلب ديالنا وهو احترام القانون في علته، ولكن كذلك أنه نشوفوا إمكانيات ديال تصحيح القانون على ضوء المستجدات السياسية والاجتماعية الموجودة حاليا.